أودينا الممثل الكوري الجنوبي أو يونغ سو أحد أبطال مسلسل سكويد جيم يوم الجمعة في قضية اعتداء جنسي على امرأة في سنة 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وكذا خضوع لبرنامج علاجي مدته 40 ساعة للعلاج من الميول إلى العنف الجنسي. وتعود القضية لسنة 2021 بعد تقديم طلب لفتح قضية جنائية ضد أو يونغ سو، وبعد عام تم رفع القضية إلى المحكمة وطالب الإدعاء بالحكم على أو سو يونغ بالسجن لمدة سنة بسبب رفضها الاعتراف بالذنب. للإشارة، فإن منصة نتفليكس أعلنت مؤخرا عن طرح الموسم الثاني من مسلسل سكويد جيم قريبا بعد 3 سنوات من إطلاق الموسم الأول.